لن أستطيع أن أتقن هذه الحركة، استسلمت. يا إيس، دعني أحكي لك قصة. يوماً رأيت شخصاً يقوم بحركة على التلفاز. أتيت إلى هنا، إلى مركز التدريب. هنا؟ أجل، هذا هو مكاني المعتاد. على كل، تدربت على الحركة في كل يوم. وكم استغرقت من الوقت حتى أتقنتها؟ لم أتقنها بعد. أنت؟ لم تتقنها بعد؟ أجل، ولكنني ما زلت أحاول. سأتقنها يوماً. لا أصدق أنني معك في المكان الذي بدأت فيه يا شيكس. بل صدق. إن حياتي كلها في هذا المكان. ها؟ ما هذا؟ ألم يخبرك أحد؟ هذا المكان سيهدم. سيهدم؟ كلا، لكن من يجرؤ على هذا؟ إنفيزيبل يونايتد اشترت مركز التدريب المجتمعي، وفينس وسكارا سيهدمانه. إذن سيقومان ببناء مركز تدريب أفضل للأطفال. بل سيقومون ببناء منتجع للأغنياء. وكم يتقاضون لطلاء الأظافر؟ المتادور. حسناً، إنه خبر سيء. هل بإمكاني الذهاب لقضاء عطلتي؟ خذ نصيحة مني، استرخي اليوم من أجل مقابلتك على التلفاز. أجل، لا تدعهم يتكلمون عن مركز التدريب. وكيف أن فينس سيدمر؟ حسناً، لنستمتع بالعطلة. هذا صحيح، استرخوا واستمتعوا بعطلتكم. أراكم في المباراة الودية مع أول ستارز، ستكون ممتعة حقاً. الأسبوع القادم سيواجه سوبر سترايكا فريق أول ستارز، فريق من أعظم لاعبي الدوري الممتاز. ونستضيف اليوم الشخص الذي يجعل هدوءك رائعة تبدو سهلة بموهبته، فلنرحب بشيكس. مرحبا، أهلا بالجميع. شكرا يا رب. إذن يا شيكس، المباراة مع أول ستارز، أفضل لاعبين في الدوري الممتاز سيلعبون ضد أول ستارز. هذا جيد، ولكن يا شيكس، بعض الأشخاص يقولون إنكم لن تفوزوا. أول ستارز فريق قوي جداً، ولكننا نلعب لنستمتع، لن نلعب من أجل النتيجة. المهم أن نمتع جمهورنا. بالحديث عن المتعة، لدينا مفاجأة رائعة. حقاً؟ هو ليس فقط لاعباً متميزاً في فريق أول ستارز، لقد كان يتنافس مع فريق سوبر سترايكا في الموسم السابق. سيداتي وسادتي، رحبوا بكابتن أول ستارز سكارا. أنت؟ ماذا تعني بأنت؟ أنت؟ هو؟ فكرت في استضافتكما معا للتحدث عن المباراة. ابقى هادئا. ماذا أقول يا روب؟ أول ستارز سينهي أسطورة سوبر سترايكا. أقصد منتجع يومي؟ أول ستارز لم يخسروا مباراة قط، وهذه إنها فرصتي لتصحيح الأمور. سوبر سترايكا لا يملكون فرصة. أنت واثق بشأن هذا يا سكارا؟ أنا واثق بالطبع. لأي مدى؟ بمقدار 500%. حسناً، واثق حتى تراهن على مركز التدريب المجتمعي؟ أنا سكارا، هل أنت واثق بالفعل؟ احذر يا سكارا. أتمزح معي؟ هل أنت خائف؟ كلا. حسناً، اتفقنا إذن. حسناً، سننهي اللعبة في الرابعة، سنفوز وسنسحق مركزك المجتمعي نهائياً. يبدو أن المباراة الودية لم تعد ودية. لماذا أنت خائف؟ إن كان الأمر ضخماً نتراجع عنه الآن. لا نستطيع، لقد قمت بالوعد على التلفاز. سنصبح محط سخرية الدوري الممتاز. هم سيحصلون على المركز فقط إن هزمونا في المباراة، وهذا أمر مستحيل. سوف نسحقهم برأفة. أنا أعرف وأنت تعرف وشيكس أيضاً يعرف. وعليك أن تعرف أن لفريقنا مشجعين لا يرضون إلا بالفوز.
شاكس، كل زملائك في عطلتهم، هل تظن أن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا التحدي؟ لا تعليق. هل سيقوم سوبسترايكا بتدريبات معينة هذا الأسبوع؟ نحن سنكون جاهزين. يا رفاق، هل أنتم جاهزون؟ أجل! أجل! يوهو! أهذا أفضل ما لديك؟ يبدو غريباً بدون بقية الأشخاص، سيكون الأمر أفضل بوجود الجميع. أجل، شكراً لتنبيهي يا سبينزا. أنا لدي تدريب أفضل لنا، تدريب الإبهام. آسف، فأنا في عطلة، لا تتركوا رسالة فلن أرد عليها، وداعا. مرحبا يا أصدقائي، أنا أستمتع بالعطلة في إندو، فأنا أقوم بالتزلج طوال الوقت في جزيرة استوائية جميلة. كل جو يتكلم. كل جو، أنا بحاجة إلى عودة. أتظن بأني سأرد على هاتفي أثناء عطلتي؟ أترك رسالتك. هل رد أحد؟ أنت وحدك في هذا. أشكر نينجا وكوزموس للسماح لنا بالتدرب في مركزهم استعداداً لسوبر سترايكا. أحبكما جداً. لا بأس. ملابس أول ستارز وصلت للتو. هل لي أن أستغل هذه اللحظة؟ شرف لي أن أكون كابتن هذا الفريق، فريق الأساطير الحية. لقد كنا سابقاً ألد الأعداء، ولكننا سنتحد ضد عدونا المشترك سوبر سترايكا. إنها مباراة ودية، وهذا سبب كاف لبذل جهدكم الأقصى في هذه اللعبة. سيارة رياضية جديدة ستكون سبباً كافياً، هدية من إنفيزيبل يونايتد. كلا، فقط إن انتصرنا. أجل! سوبر سترايكا هم الأفضل! سوف تهزمون يا أول ستارز! هيا شيكس! هيا شيكس! هيا شيكس، هيا. لا فائدة، لن أستطيع فعل هذا بمفردي. يا شيكس. الكابتن، الرفاق. ليس هذا الوقت المناسب للتراجع. إذن هل أحضرت الهاتف؟ الهاتف الأحمر؟ سيدي؟ ثبته في غرفة سترايكا لاند، هذا سيكون خط التدمير السريع. حسناً، علم. وفي الرابعة عصراً سينتصر أول ستارز، وفي هذا الوقت سأتصل من خط التدمير السريع وبمركز التدريب المجتمعي، وسأصرح لك ببدء التدمير حينها، وستكون كرة الهدم في مكانها المناسب لبدء التدمير. بعد ثوان من نهاية المباراة سيكون المكان قد تحول إلى أنقاض. أول ستارز فريق خارق بالفعل. أجل، أفضل لاعب الدوري سوياً، ولدينا كل الخبرة اللازمة للتغلب عليهم في وقت لاحق. تغلبنا على كل لاعب منهم. أجل، أتذكرون عندما واجهنا ديلوس سانتوس في المكسيك؟ واكتشفنا الأسلوب البرازيلي للتغلب على دون ألدو، واستطعنا التحليق عليا مثل ميدا، وتغلبنا على ليكويدو في ملعب هايدرا العائم.
أوبر وسكارا تغلبنا عليه أيضا. لا أحد يتغلب على أول ستارز إلا نحن. أجل. واو، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون علينا. رائع. مباراة اليوم ليست ضمن الدوري الممتاز، ولكن بعد النظر إلى الجمهور فربما ستكون هذه المباراة الأضخم في حياة شيكس. وإذا فاز أول ستارز فستبدأ كرة الهدم عملية التحطيم بأمر من فانس وبواسطة خط سريع من غرفة سترايكلاند، فسيعطي ذلك طريقة مباشرة للتواصل مع مدير التدمير. لن يضيعوا أي ثانية. يوم المباراة في سترايكلاند، ولدينا شيء مميز لكم اليوم. فنحن لن نستمتع بموهبتي وأسلوبي أول ستارز فقط، وإنما رفع شيكس مقدار الرهان اليوم بمحاولته إنقاذ مركز التدريب المجتمعي العزيز على قلبه. ركز على كلمة محاولة يا ماك. في الرابعة عصراً، وإن لم يفز سوبر سترايكا في هذه المباراة، سيهدم مركز التدريب بشكل كامل. وفي هذه الظروف فلدينا بث مباشر من مركز التدريب اليوم. بالإضافة إلى التغطية الأساسية للملعب، نجد فينس في غرفة سترايكا لاند الخاصة. يبدو أن سوبر سترايكا استعدوا بشكل قوي لصراع العمالقة هذا. أجل، يبدو أن هذه المباراة الودية قد تحولت إلى مباراة حقيقية. هيا الآن. أجل. هذا صحيح، يوجد 11 سيارة رياضية مخصصة لكم. سوبر سترايكا مرتبكون من أسلوب دون ألدو الحر. ويظهر أسلوب ميتا الهوائي المشهور. أول ستارز يستحوذون على هذه المباراة. هدف! تسديدة جميلة من دون ألدو. يبدو أن سوبر سترايكا يساعدونه على الاتصال. فيما كنت أفكر، لن أستطيع التغلب على أول ستارز. يا شيكس، ليس عليك فعل أي شيء يا رجل. أجل يا صديقي، نحن أفضل من بعض لاعبيهم. أجل، أعلم أننا سنجد الوسيلة المناسبة للتغلب على هؤلاء المغرورين. نحن نحبك. ماذا؟ نحن مسؤولون عن هذا جميعا. نحن إخوة في مهمة للعب أفضل مباراة في العالم. من دون مركز التدريب الذي سيدرب شيكس المستقبلي والماتادور المستقبلي، سنكون قد فشلنا في مهمتنا. لقد تحسننا بشكل كبير في هذا الموسم، فلنستخدم الخبرة في إبقاء ذلك المكان مركزاً للتدريب المجتمعي وليس منتجعاً. هذا جميل. أجل، لدي مكان يعتني بأظافري جيداً. كل شيء ممكن يا شيكس، فكل الفريق معك. واحد، اثنان، ثلاثة، سوبر سترايكا. مع خبرة لاعبي أول ستارز المشتركة، سوبر سترايكا سيحتاج إلى معجزة ليهزمهم. هاهاهاهاهاهاها
أن الرجال ذوي الرداء الأحمر يقومون بأداء رائع. هدف! لا أصدق، لم يكن أحد يتوقع ذلك. يا لها من حركة. أجل أجل، هذا الأداء جيد جدا. مجهود هائل من سوبر سترايكا، ولكن مع بقاء دقيقتين على نهاية المباراة فلن يكون التعادل كافيا. عدة دقائق فقط يا سوبر سترايكا، وتودعون بعدها مركز التدريب العزيز على قلوبكم. يا رجل، لا داعي لهذه التصرفات. وقت مستقطع، لدينا فرصة. سننهي اللعبة في الرابعة، سنفوز وسنسحق مركزك المجتمعي نهائياً. ها؟ هو لن يفعل، عليه الانتظار حتى النهاية. ها؟ لن ينتظر الوقت المستقطع؟ ها؟ دقيقة واحدة يا سوبر سترايكا، ومن ثم سوف بوم. إما الآن أو لا. هذا هو وقت القيام بالمستحيل. والآن دمره. التدمير في تمام الرابعة. لا! سننتقل إلى البث المباشر من موقع التدمير. لا أستطيع المشاهدة. سوبر سترايك قد فعلها، تغلبوا على فريق أول ستارز وأنقذوا مركز تدريب شينكس القديم. كيف؟ يا له من شيء رائع. أجل، أعرف يا أمي، أليس رائعاً؟ سبينزا. لا، علي الذهاب، هناك شخص بحاجة ماسة للهاتف. مرحباً. مرحبا. تأخرت جدا، لقد فزنا. هل أنت مستعد للإصابات الحقيقية؟